طيب شلونكم مالكم؟ انا كل زينه، واليوم جايت لكم بحلقه جديده بفيديو جديد. ان شاء الله تتونسون وياي. اليوم فيديونا راح يصير شويه غير، ما راح اسوي اي مكياج ولا اي خلطه. حبيت اسوي فيديو احكي لكم عن نفسي، وحبيتكم يعني تتعرفون علي، واريدكم نفس الاجوبه اللي انا جاوب عليها تجاوبوني عليها بالتعليقات. راح اقول لكم اشياء يعني مو كل الناس تعرفها عني، ويمكن اشياء مو كلش مهمه، بس حبيت هيجي اسوي الليستة واحكي لكم اياها على ما نتعرف على بعض سويه، لان قاعد احس كان صير مثل العائله، وانتم تسالون علي وانا اسال عليكم، واذا ما اسوي فيديو اشتاق لكم، فحبيتكم تتعرفون علي شويه اكثر. فلا تنسون اذا تحبون هذا الفيديو سووا له لايك واشتراك بقناتي، احبكم هواي هواي. رقم 1، عمري 25 سنة. 2، أنا دارسة باحثة اجتماعية وعندي ماجستير بالعمل الاجتماعي. رقم 3، لما كنت أنا صغيرة من قد ما كنت أحب التين، كانوا يسموني تينة، وعماتي لهالوقت يعني لهاليوم يصيح علي تينة. رقم 4، أبد ما أكل موز، وما أكل موز يمكن من سنة 2000. رقم 5، طولي 1.58 وطول رواء 1.85، فبس تخيلوا الفرق بالطول يعني لما نطلع. رقم 10. رقم 6، انا عندي اخوان 2 اكبر مني واخت صغيرة، يعني انا رقم 3 بالتسلسل. رقم 7، انا ولادة الطويسة، بعدين عشت بالمناوي باشا، بس حياتي تقريبا كلها من 1999 عشتها بالسويد. رقم 8، لما كنت صغيرة ردت أصير أول شي دكتورة، وبعدين ردت أصير ممثلة، وبعدين ردت أصير معلمة، وما صرت ولا واحدة من عندهم. أول مرة شفت بها رواء اللي هو زوجي كان 28/5/2012، وأتذكر اليوم وكأنه البارحة. عيد ميلادي 2/6، يعني أنا جوزاء. لوني المفضل أخضر. My best friend صاحبتي الكلش مقربة علي اسمها أوز وكردية. حيواني المفضل هو الكلب، كلب عند أهلي كلبة صغيرونة اسمها دوريس تشيواوا، هالقدوتها وزنها أقل الكيلوين، وإذا تريدون أقدر أراويكم صورة لها في اليوم إذا تريدون، إذا ما تريدون بعد كيفكم. انا وروى نعرف شو نريد نسمي اطفالنا ان شاء الله اذا يصير عندنا، بس ما نريد نقول، نخاف واحد ياخذ الاسامي. كلش 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 احب اتابع المسلسلات الامريكية، وهسه يمكن قاعد اتابع 6 أو 7 وراح تخلص واحدة منهن، وكلش مقهورة وما ادري شو اسوي بنفسي. فاذا عندكم مسلسلة جديدة تريدوني اتابعها كتبوا لي ارجوكم. عندي مرض مال نظافة، وما أحب واحد ينظف بالطريقة اللي أنا ما أنظف بيها. مثلا إذا نغسل هدوم أريد نطبقهن ونخليهن بالكنتور، إذا راوي يطبق البلوزة غلط أنا أرجع عليها وأطبقها صح على مود أرتاح نفسيا، ما أدري ليش هيجي، بس أنا هيجي. أنا أحكي اللغة العربية، أحكي اللغة السويدية، أحكي اللغة الإنجليزية، وشوية أحكي اللغة الإسبانية. احلى شيء عندي بحياتي انه اخترع اسامي جديده لقرايبي والناس القريبين علي. فاخترعت البت عمي سميتها عبسي لان كفشتها مثل عبسي بعدنا ولينا، واختي سميتها حمودي لانه مرات تصير كانها ولد صغير. انا كلش 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 ما احب احكي بمشاعري، كلش احب الطبخ، وكلش احب اسوي كيك. كيكتي المفضله اللي اسويها كيكه الجزر، واحدة من أطيب 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 الأكلات اللي ماكلتها بحياتي أكلة بابا أبويا، يعني لما يسوي لنا مكبوس بالبيت. هاي كل سبت بالبيت لازم هو يسوي مكبوس على الدجاج، الله تمن أحمر يخبل. أنا وروى كنا أصدقاء قبل ما يصير بناتنا أي شيء، فأحس اللي يريد يبني علاقة لازم تنبني على الصداقة، هذا الشيء كلش مهم بالنسبة لي. حقوق الإنسان وحقوق المرأة شيء جدا قريب على قلبي، وشيء كلش مهم على قلبي، ووين ما أقعد أحكي بيهن. لما كان عمري
خمس أو ستة أو سبع سنين ما أتذكر بالضبط، كنت ألعب طوة يعني كرة قدم ويا أخواني، وكنت واقفة حارس جول كيبر، وأخوي شمر الطوة علي وكسر صبعي. كلش أحب أقلد الناس الغير يعني القريبين علي. أكيد أكثر واحد أحب أقلده هو بنت خالتي روان. هلا روان، أموت عليك، كلش مشتاقة لك، ودائما أقلدها وأسوي تورة. أنا عندي فوبيا، يعني كلش أخاف من الفيران، من الضفادع، العقاريق، ومن الماء العميق. كلش أحب الأطفال وأتمنى يصير عندي طفلين أو ثلاثة. سؤال: منو المطرب المفضل عندي؟ أكو اثنين. أول واحد لا يعلى عليه كاظم الساهر، ثاني واحد بيانسي. انا بما انه جوزاء انا كلش متقلبه وكلش مزاجيه، بس اذا اكو شيء يعدل مزاجي هو الاكل دائما. انا وراوي تعرفنا عن طريق الفيسبوك، واول اول اول شيء كتب لي قال لي لا تدفرين. بعائلتي انا نحب نغير الكلام شويه، من كنا صغار لهسه بابا لما يقول لا يجيبها لا فيغاس. اول مره اسمعها راوي قال لي شنو؟ قلت له ايه احنا هيجي نحكي بالعائله مالتنا. دائما لما اصور فيديوهات ابدل من فوق بس من جوا البس بجامه. لما كنت صغيره كنت اتمنى عندي موهبه مثل الغناء او الرقص او الشعر او هيجي شيء، بس ما عندي. بعدين اكتشفت انه انا هوايتي والشيء اللي انا كلش شاطره بيه وارتاح لما اسوي هو المكياج، وهذا هو السبب اللي خلاني افتح قناتي هاي مال يوتيوب. اتصور اغنيتي المفضله هي قولي احبك من كاظم الساهر. انا كلش حساسه وبسرعه انقهر، بس همين بسرعه اسامح. انا اول ما شفت روى عرفت انه راح احبه، ولما وصلت المرحله انه صدق حبيته كنت اخاف كل ما يجي للسويد وهو بعد ما قايل لي احبك، فانا كنت كلش اخاف تطلع مني كلمه احبك وهو بعد ما قايلها، فكنت انام ومرات احلم انه قايلت له احبك. اتذكر مره كنا نحكي بالتليفون وما ادري شنو قال هو، وانا قلت له جغير احبك، وقال لي شنو قلتي؟ قلت له ها لا جغير احب هاي الاغنيه، ايش قاعد تحكي انت؟ حبايبي اتصور هاي صارت 25 حقيقة، ما ادري ما حسبتهن، بس اذا حبيتوا هذا الفيديو ارجوكم ارجوكم لا تنسون تسووا له لايك وتشتركون بقناتي. اذا تريدون بعد هيجي فيديوهات او تريدوني اسوي سؤال وجواب من عندكم انتو اسئلتكم، بس كتبوا لي بالتعليقات، وكتبوا اسئلتكم لو بالتعليقات لو بصفحتي مال انستغرام راح اكتب لكم اياها. اشوفكم بالفيديو الجاي، احبكم.